ما هي العواقب ربما التي ستلحق بإسرائيل جراء ما جرى الليلة؟ أولا الاحتلال يريد أن يقول لنا كل الرسائل موجهة لنا نحن للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، لأنه في حقيقة الأمر هو لا يرى ولا يعرف ولا يقلق على وجه الأرض سوى كتائب القسام والمقاومة سرايا القدس وكل فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني. هذا ما يقلق الاحتلال، هذا ما يؤرقه، ولذلك هو يريد أن يقول لنا بهذه الجرائم المتنوعة والمتعددة والمتكررة والمبدعة والمبتكرة أنني لا أخشى شيئا ولا شيء سيمنعني، وأن لا أحد يمكنه أن يقف في وجهي، وأنه لا يعنيني لا أمم متحدة ولا منظمات أمم متحدة ولا محاكم دولية ولا قانون إنساني ولا قانون دولي ولا اتفاقيات ولا أعراف ولا عهد. أنا أفعل ما أريد بكم، أنا أقتل بالنار، أنا أقتل بالجوع يعني بالغذاء، أقتل بالماء، أقتل بالدواء، أقتل بالغطاء، أقتل بالرداء، أقتل بالكهرباء. أنا فقط لا يمكنني أن أقتل بالهواء، لأن الله سبحانه وتعالى هو من يملك هذا الحق المطلق. إذن هذه الرسائل التي يريد أن يوجهها لنا ومن خلال الآخرين، ها أنا أقتل بريطاني هذا حليفي ويقاتل معي ويرسل لي السلاح ويحميني وأقتل مواطنيه، أنا أقتل الكندي، أنا أقتل البولندي، أنا أقتل الجميع، أنا قادر على أن أقتل الجميع. وهذه الرسائل القذرة المقززة لا يجب أن تخيف شعبنا الفلسطيني ولا مقاومتنا، بالعكس هذا رسالة موجهة لهذا العالم المقزز الذي لا يرد على هذه الأقوال بالنار. هؤلاء يقولون له بالنار أنت لا تستطيع أن تمنعنا عن أن نفعل ما نريد بما في قتل مواطنيك، بما في الاعتداء على قوانينك وأنظمتك وأخلاقك وقيمك التي تبجحت عقودا وعقود وأنت تتحدث عنها لنكشف لك، يكشف له الاحتلال أنه كاذب. إسرائيل دولة الكيان، دولة الاحتلال، تكشف لكل جهات الأرض الآن أنهم كاذبين. هي تقول لهم بالنار، تقول لهم تقتل مواطنيهم وتجوع شعب. قالت أريد العشائر، وحين أمكن ذلك وتمكن الشهيد البطل اللواء المبحوح ورفاقه من تنسيق الأمر مع العشائر والمتطوعين وتمكنوا من توزيع المعونات بشكل راقي ومحترم، و يعني شاهدناه كيف كان بقمة الأداء، قتل الشهيد المبحوح في نفس اليوم ورفاقه، وقتل 70 من أبناء العشائر المتطوعين الذين كانوا يقومون بتوزيع. حين قام هؤلاء الرجال النبلاء بالوصول إلى المناطق وتوزيع الطعام وتوزيع الغذاء للناس، قصفوهم وقتلوهم عنوة بالقصف المباشر والمستهدف. ورأينا أن هذه السيارة استهدفت، نفس السيارة التي كانوا يستقلونها استهدفت وقتلوا.